امتدادا لما حظي به الحرمان الشريفان من منزلة عظمى لدى المسلمين على مر العصور، وعرفانا لما سطرته أيديهم ونقله لنا التاريخ من إنجازات عمرانية وخدمية فريدة، وما نعاصره اليوم من رعاية كريمة ودعم غير محدود من حكومة المملكة العربية السعودية، وانطلاقا من رسالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حيال إبراز الجهود المبذولة في خدمة الحرمين، قامت الرئاسة بدراسة ما تم جمعه من قطع ثمينة ونقوش تاريخية وتخصيص كيان لعرضها لعموم الزائرين بطريقة فنية منظمة تحت مسمى معرض عمارة الحرمين الشريفين. يعد المعرض أحد أهم معالم مكة المكرمة ومزاراتها البارزة، ويقع في حي أم الجود بجوار مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وينقسم إلى 7 قاعات مهيئة لعرض مقتنيات نادرة مما طرزته أيدي المسلمين عبر تاريخهم المجيد. أولا، قاعة الاستقبال، يجد فيها الزائر مجسما للمسجد الحرام وصورة قديمة للحرمين الشريفين. ثانيا، قاعة المسجد الحرام، بها مقتنيات ومعروضات خاصة عن المسجد الحرام يعود تاريخ بعضها إلى 1240 هجرية، وتتميز القاعة بعرض العديد من النقوش والتحف التي تمثل عصورا إسلامية مختلفة. ثالثا، قاعة الكعبة المشرفة، تختص في عرض متعلقات الكعبة ومقتنياتها كستارة الكعبة المشرفة والميزاب وأحد الأعمدة الداخلية للكعبة. رابعا، قاعة الصور الفوتوغرافية، تضم مجموعة صور نادرة للحرمين الشريفين يعود تاريخها لعام 1297 هجرية، بالإضافة إلى صور حديثة للحرمين الشريفين. خامسا، قاعة المخطوطات، تحتوي القاعة على مجموعة نادرة من المصاحف والمخطوطات المصورة من مكتبتي المسجد الحرام والمسجد النبوي. سادسا، قاعة المسجد النبوي، تحتوي على العديد من القطع الأثرية الخاصة بالمسجد النبوي الشريف، ويتوسط القاعة مجسم للمسجد النبوي. سابعا، قاعة زمزم، يشاهد الزائر فيها أجزاء من بئر زمزم ومجسما طوليا للبئر يوضح تفاصيله وأدوات السقاية. عبر موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يتيح المعرض لزواره من الأفراد والمجموعات طلب الزيارة بطريقة إلكترونية، وذلك بالتسجيل في الموقع والدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لطلب الزيارة، حيث يتم استقبال زوار المعرض من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء على مدار أيام العام، متضمنة أيام الإجازة الأسبوعية، إسهاما في تثقيف الجيل المسلم حول تراث الأمة، ليتصاعد شعور زائر المعرض بالاعتزاز والفخر كلما شاهد نقشا أو تأمل قطعة أثرية يفوح منها عبق الإسلام بسموه ونبله وكماله وحضارته العريقة.